صبرا مزيكا عجوة وكيمو الصغير حضروا اتقي شر الحليمة إذا غضب شر الحليمة ساعة الغضب بركان وسيصبح المجني علي هو الجاني وسوف ارتكب أفعال خطيرة ما كانتش في الحسبان الخطير وصل الجريء وصل حصل حصل مفيش بطل غير يا بطل القديم يكسب واللعيب يلعب والخايف يهرب عشان هتخرب بالقلي هضرب هقولك كلمتين انا رقم واحد في قصر العين انا قصر عين بتاع 2000 هتزولنا شوطة قفلقك نصين لو جاي منك فعل وريني ما تجعجعش وتفضل تهريني اساسي ولسه ما جاش بديلي طول عمري اقدر شاب بجيلي هتتقطع هتتقطع يا اللي الزيابي قلت انك البطل انا اللي حظمت بيتسطع بس حالي يا ابن العادي من فوق بيتسطع انا مش خطير انا الاخطر من صغري شايل في الحزامه مالقطر بقدر فوق ما بتقدر سايب لي نفسي سيره حلوه وهزار شاكي براكب طلع نازل خد دراعي شمط واجي سيق فاتح قارص داخل دخلت خد اللي ما يتخط رقم واحد مش التاني قلب قاعد فتلشاني مخي تالت سايكو باتي فبلاش معايا في حوار تتحط كلها حمل وعارفه بعضيها وانا فيها زميلي الاخفيها بنزل جهتكوا اجدد ما فيها لو مخي تربس ماشي عديها انا ليفل الوحش وما كسح ومسح كل افراد دليتي باجي مجهز باجي مقفز اي حكاية دايرة تخلص بداخلتي ما بخبش خالص متميز انا المعتمد والباقي مضروب الراجل مظبوط وكويس بنتو بالارض حتى يا بنا محبوب الخطير وصل الجريء وصل الحصل حصل مفيش بطل غير يا بطل القديم يكسب واللعيب يلعب والخايف يهرب عشان هتخرب بالقلي هضرب